ملخص مباراة علاوي. هنخش على المباراة، سيبك من الأجوان خالص، سيبك من أي حاجة، تعالى كده بص على الجمهور. بص يا باشا، إيه ليه الجماهير عن قرب دخل جوه على زوم كده وقال لهم تعالوا بقى أوريكم إيه الحلويات بقى. تعالى في ناس بعيدة كده شعرها أصفر شعرها أخضر عينيها زرقاء مش عارف إيه، سيبك من الكلام ده كله، ده كله ما يشغلش بال المخرج أو المصور أيا كان يعني. إيه الراجل لف في الناس دي كلها فلقى واحد جميل قوي، ده طول الماتش بياكل في بيض، طول الماتش بياكل في ليه يا عم؟ انا عيل ده بيشجع ريال مدريد ولا بيشجع ليفربول اكيد بيشجع ارسنال، يعني شايف ان هو تيشيرت ارسنال تقريبا، فبياكل ياكل بيض طول المباراه يعني، سايب الدنيا كلها المخرج بيقول له تعالى يا جماعه انا هوريكم حاجه كويسه في المدرجات، فبيجيب لنا ده وهو بياكل بيض. انا ذنبي ايه كواحد مصري يعيش على الاف الاميال اتفرج على واحد بياكل بيض في المدرجات؟ سيب الماتش اركن، احنا مغلوبين اربعه ايه تاني، يقول لك احنا مغلوبين اربعه مش مشكله، هات لي المدرجات يا ابني، يروح المدرجات يجيب لنا ده. يعني يا جماعه حرام، احترموا ادميتنا، احترموا ادميتنا، يعني عشان احنا جايبينكم اربعه يا تقطع البث يا تجيب لنا المدرجات، تعالى اوريكم الحاجه اللي هي فيها البركه. يعني في حاجه كده عندهم تقريبا في ملاوي من عيله ملواني الاصليه فيها البركه شويه، تعال معايا. بص يا باشا، شمال شرق المدرجات فوق خالص عند مش عارفين، سيبك بقى من الناس اللي كانت بتاكل بيض بقى والناس اللي هي الفرقه الموسيقيه اللي شغاله والكلام ده كله، تعال بقى هو يعني الاستاذه بتاكل او بتشرب، معرفش بقى هو عرق سوس، معرفش بقى هو مثلا بيبسي، مش عارف ان هو مثلا تمر هندي عشان احنا في رمضان وكده، دي طول المباراه بتشرب بيبسي، معرفش يعني معرفش كميه البيبس ما بتخلصش، يعني سيبك من الحبه اللي فاضي، بيقول لك نص، بص نص الكوبايه المليان والفاضي وبتاع، لا الكوبايه دي ما بتخلصش ما فيهاش، هي كله مليان، يعني انت شايفها فاضيه دلوقتي بس هي مليانه، دي طول الماتش 90 دقيقه بتشرب في بيبسي او بتشرب في البتاع اللي قدامها دي، ده لو جايبه 7 لتر بيبسي زمان هتخلصها، يعني الاستاذه اللي جنبها حتى يعني اديها حته اديها شفطه اديها اي حاجه، انما دي طول المباراه بتشرب في بيبسي، يعني ليه يا جايبه بيبسي من سوبر ماركت البركه، يعني دي سوبر ماركت البركه ما بتخلصش بيبسي دي، مش عارف يعني المخرجين يعني بينجمونا ان احنا اتفرجنا على المباراه الجميله اللي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا يا اخي. المخرج سايب الدنيا كلها وبيقول يا جماعه انا هوريكم الملخص بتاع الماتش، ملخص الماتش ايه يا سيدي؟ دول اللي انت شايفهم دول عبارة عن يعني تقريبا قرايب المخرج، القبيلة بتاعت المخرج، الملواني انت ملاوي بقى فملواني او قبيلة الملاوي كده، فده الملخص بتاع المباراة. لو احنا عملنا بقى زوم هنشوف بقى ايه القطايف واللطايف على رأي اسمه ايه ده اللي بيعلق ده، تعالوا نشوف مع بعض القطايف واللطايف. دول انا معرفش هما دول قرايبه مثلا او دول مثلا دافعين له فلوس او حاجه، كل شويه المخرج يجيب لنا دول، معرفش الجروب ده ايه، تقريبا ممكن يكونوا عشان الاجيال بتاعتهم دي مثلا يبقى حد منهم لعيب مشهور او مثلا لعبه مشهوره عندهم، لعبه خماسي بقى كره خماسي مثلا او معرفش، بس هو المخرج كل شويه يجيبهم لنا، يا جماعه سيبكم الماتش احنا ما مش فارق معانا احنا مغلوبين اربعه، بس انا هوريكم بقى اللي عمركم ما شفتوه، فبيورينا دول بقى معرفش مين دول.